وصلني كومنتس على موقع البرنامج من مشاهد بيقول: أنا اسمي منصف، مواطن عربي. بيتساءل منصف إذا في أي تأثير للفلسفة بحياتنا اليومية. بيقول: إنني كإنسان عادي أستطيع أن أذهب إلى المكتب وأعود إلى زوجتي وأولادي، وأذهب إلى المقهى وأحيا وأموت دون أن أشعر أن للفلسفة أي دور في حياتي. شو رأيك؟ بدي أقول للأخ منصف إنه تأثير الفلسفة على حياته لا يقل عن تأثير الهوى فيها. مثل ما هو ما بيشوف الهوى يلي بيتنفسه، فكمان ما بيشوف أثر الفلسفة بحياته. بيقول الأخ منصف إنه بيروح على مكتبه وبيرجع على بيته وبيقعد مع عائلته وبيرجع بيروح على المقهى. طيب ليه ما بيروح يسرق الناس ويروعهم؟ ليش في ناس ضد الحركات الأصولية المتطرفة وفي ناس بتذبح ناس وبتحرقهم؟ لأنه كل واحد منهم، كل طرف عنده فلسفة معينة ماشي عليها، عقائدية أو غير عقائدية. الحياة والموت محكومان بفلسفة معينة مستقاة من الدين. بروفيسور، شو القاعدة الفلسفية اللي أنت بتلتزمها بحياتك وبتنصح غيرك أنه يتبعها؟ وسطية أفلاطون. أفلاطون بيقول إنه الفضيلة هي وسط بين رذيلتين. يعني الكرم هو فضيلة وسط بين البخل والسفاهة. الشجاعة فضيلة بين الجبن والتهور. القاعدة الفلسفية يلي بتبعها أنا هي قاعدة بيعرفوها كل الناس: خير الأمور أوسطها. يعني كل واحد رح يبقى على رأيه وما رح يتغير شيء. التطرف بعمره ما وصل لحل. الوسطية أفضل، أأمن، أكثر نجاح من التوافق. فضيلة وسطية أفضل من رذيلتين. بكل فخر رح أقلك يا بروفيسور، عيون العالم عليك. بتعرفي كتير مشوق أني أسمع مقابلة كنعان. هي شو ضحكنا وقتها؟ ما ترك حدا من شره. كنعان بيلبق للشوي كتير، بس جاي وقته. أوكي يلا. لأنه بهالوقت كانت قايمة أيام الشباب، صار فيهم مثل اللي كذب الكذبة وصدقها، وما حدا عرفان إذا هي كذبة ولا حقيقة. ألو. ألو، كيفك أنور؟ أهلين لولا، أنا منيح، أنت كيفك؟ الحمد لله. بصراحة ما بعرف إذا منيحة ولا ماني منيحة، حربي مش على بعضه. ليش صار شي بيناتكم؟ هو للصراحة لا، بس من بعد ما التقيتوا انتوا ما بعرف شو صار. حربي فل ما بعرف لوين، وقلت بسألك. طيب ما حكاك شيء؟ ما جاب لك سيرة شيء؟ هو ما حكي شيء، ما رضى يقول. اصلا عم دقت اسألك انتوا شو حكيتوا. هو حكينا بكذا قصة، و يعني حكينا بالشغل. قصص مثل شو؟ فيك تقلي؟ يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. ما بينحكى على التليفون. انور قلقتني، شو في؟ لولا خلينا نلتقي ونحكي. القصة لها علاقة بزواجنا انا وحربي؟ ايه لها علاقة بزواجكم. يمكن تضطري انك تأجلي هذا الزواج شي 6 شهور. شو؟ أصلاً ليش بدكم تحكوا بزواجنا؟ ولا لا تعصبي، خلينا نلتقي ونحكي إن شاء الله أطلع غلطان. طيب أنور، طيب شوفك بكرة. طولت يا رجل. وش بيدي؟ طيب عرفتوا عنها شيء؟ حالياً لا. كيف يعني؟ ما حدا بيعرف شي عنه.
كلفت ناس يراقبوا تشوفوني. يلا يلا توكل على الله. هلا شايف هذا المنديل؟ طلع فيه منيح. بدي اياك تختفي مثل هذا المنديل. وين بدك تخفيني؟ تحت باطي. بدك عدلك اياها؟ مرة واحدة بتكفي. بتعرفي جيسي، رغم كل شيء انت بتنحبي. مع كل شيء؟ مع كل شيء. طيب ليه لهلا بعدك ما بستني؟ البوسه ما بتنقل الايدز على فكره. لاني مش مثلهم، لاني بحبك. البوسه بتغنيني عن المصاري. تشاو يا حلوه. شو بدك انت التاني؟ في إلك صور عندي، ما بدك تشوفهم؟ طالب مسعود، هو الصور بلهم واشرب ميتهم. بسحبهم وقت اللي بدك ومنظبطهم مع شوية بارفان. شو وضع الأمورة؟ الأمورة؟ جنن. مشي حالك؟ أنا ما عندي وقت. جرب حظك انت اذا بدك. متاكد؟ يعني اذا عجبتك. لك شو عجبتني؟ بتهبل بتهبل، عرفني عليها. خلص لا عرفك يا مزور. يلا جاي. شايف هذا الكذاب المنحط المنبوذ الحقير الكلب المبتز اللي قاعد هونيك؟ ايه. هيدا حي. بدك ياني قص له راسه؟ هيدا حسابه عجلة. مش زعجك؟ خلص بقص له راسه وبعدين بختفي. اوكي. الحساب واصل. هيك ببلاش؟ انت بس حل سألتك عني. ما بدك مني شيء. انت تركك للقصص الكبيرة مسعود. اذا عجبني العرض راح اخفي لك الصور. بصير كمان. بصير. بسيط مسعود. بسيط. 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 مرحوم مسعود. لندن صغيرة. Good night لندن. مسعود. جيسي. المال زي المي النازل بالحنفية، ممكن يتسكر بأي لحظة وما ينفتح. أما الاسم مثل النجمة، شو ما صار بيضلوا يلمع بالسماء. وأنا شغلتي اعمل نجمان. في حدا عم بيطلع فينا هونيك، بجوز عندك موعد معه.
عندي موعد معه، بس شغلتنا سريعة جدا وغالبا بعرف شو رح يصير. شو رح يصير؟ بقول لك إذا بتستنيني. بستنى بس ما تتأخر علي، شوقت. كنت اختار بار تاني ما حدا بيعرفني فيه. ما بتفرق كتير استاذ، وين ما بتروح انت معروف، بس ما كان في داعي اجيب معك شو. الصبية تعرفت عليها من شوي. اوكي ما بيأثر. شو تشرب؟ ولا شيء، عندي رسالة مختصرة لك. خير الكلام ما قل ودل. بخصوص الصادرات الأفغانية، بدك تبيع ولا تشتري؟ لا بدي بيع ولا بدي اشتري، عندي رسالة بدي أوصلك إياها. من مين؟ ما المهم من مين، المهم إنك ما بقى تنشر شيء عن الموضوع. أي موضوع؟ ولو أستاذ بخصوص صادرات أفغانية. وإذا قلت لا؟ الشخص اللي بعتني ما بيتوقعك ترفض. وعلى أي أساس بنى توقعاته؟ بجوز لأنه بيعرفك منيح. اللي مين لحتى أقرر؟ أنا مهمتي وصل لك الرسالة وبس. خلصت الرسالة؟ خلصت. إذن وصلت. بس عندي هي لك. اوكي تشاو تشاو تشاو. اسرع موعد شفته بحياتي. قلت لك صار مثل ما كنت متوقع، يعني الرسائل ذاتها والاسلوب ذاته هون الناس ما بتتطور. شو فيها الرسالة؟ ما بقدر افتحها هون. في اوتيل قريب من هون، فيها غرف، شو تقدر تفتح هونيك؟ لك انا بموت بالاذكياء. بعد في شوية وقت بس بدنا نعجل شوي، يلا. قلت شي بيضحك انا؟ حبيت حماسك، ظاهر ما رح اندم اني نقيتك. اوكي. تاكل شيء؟ في اكل بالبراد؟ اذا جوعاني بناكل سوا. لا لا انا مو جوعانه على بالي هلا، يمكن اشرب قهوه بعد شوي. طيب واذا جعت انا بقوم باكل. صحيح، على سيره نقيتك والانتقائيه، ليه ما نقيتي رافع؟ ما فيني اتجاوز رقم 7. وليه ما كان واحد من 7؟ بدل مين مثلا؟ رافع ما بيكون بديل لحدا، هو لحاله رقم، وأنا ما فيني أتجاوز رقم 7. كنت عملتيهم 7+1. ليش ضروري كل الأشياء الأساسية تكون جوات الكادر؟ يعني حسب شو بدك تقولي. لكن اسمع للآخر وبجاوبك بعدين. أوكي أنا من عندي جاهز. وأنا جاهز. شو اليوم خابصة أنيني؟ موجوع يا صاحبي موجوع، مذبوح، ذبح. جيمس وان جاس شوز تو لونج فور ماي فريند دانوار شوز بليز. خلاص ايه المصافة. شو بدك؟ بدي شي عن رافع. شي مثل شو؟ اي شي بتعرفي مفيد او غير مفيد عن حربي او عن رافع، وهذا حسابه. حسابك واصل، مفروض لغير شي. اوكي اوكي، وانا رح افتح لك حساب خاص، وانا بدفع منيح. في عندك شيء مفيد أو غير مفيد؟ حالياً
ما عندي شي غير اللي حسبك علي رافع، بس انت بتفتح لي حساب تاني نشوف شو فينا نعمل. انا ماني وحش انوار، انا ما بحب الاذى ابدا، سني جبروني. ماني وحش وانت بتعرفني منيح. ندمان؟ ابدا ابدا، اذا ما زبطت هالمرة بعملها مرة تانية. لكن ليش عم ينبك ضميرك وعم تردح؟ اخ يا انوار اخ، طيري يرقص مذبوحا من الألم. اها، معناها انت عرفت انك انت عامل شيء بشع مني. ابدا، يستاهل تستاهل. اصلا انا لما تجوزنا نبهتها وقلت لها الخيانه ضاري بطل موت. خلينا من الحكي هلا، انا بكره حشوفها للولا وخبرها. خبرها وخبرها، ولكن انت بهيدي الشغله منك ملزم بقسم او قضاء تبعك. ما بقبل تنعزل. انا بعرف انه هاي كانت غايتك من الاول، وانا رح خبر لون. ولمعلوماتك انا موافق انه العب هذا الدور اللي بدك اياه. أصيل أنوار، أصيل. اللي بدي أقوله إنه أنا رح خبرها بكره. إذا كانت لولا بتكرهك شوي، من يوم ورايح رح تكره الأرض اللي بتمشي عليها. ماني خسران شيء، أساسا أنا خسران أوريدي. وممكن حربي ما يكون أخذ الفيروس. أخذه وكتر كمان. ليش حضرتك كنت معهم؟ لا بس انا بعرف. وانت مصدق لهي البنت؟ ايه. طيب انا جاي مشان اشوفك بهذا الموضوع. انا رح خبرها لولا، ولولا ممكن ما تصدق هذا الكلام. اصطفي. وين هي البنت؟ شو بدك فيها؟ بدي اجتمع معها. شو منك مصدقني؟ وصلت مصدقك او يعني مصدقك، بس انا حابب اجتمع. لا ما بعرف وين. هلا ما صرت تعرف وينها؟ بس لما بعتها لعند حربي وهي حامله فيروس الايدز كنت تعرف وينها؟ وات صوتك انا شو بك عم تعيط علي؟ اعتبر اذا انا وانت ممكن نعرف وحده حامله ايدز ووحده مش حامله ايدز. هذا حربي بشك على مين ما كان، وحده جربانه بقره بشك عليها. بس في فرق انك انت تسلط عليه وحده حيه مثل هاي. احتاط، لازم يكون عنده سكيورتي، ولا الحيه بتلزعه. على كل حال هيدي البنت خلص بح اختفت، وهي لولا كمان لازم تنطر شي 7-8 أشهر قبل الزواج. ممكن يطلع بالتحاليل انه ما ماشي. انت بتعرف انه هي جريمه ما؟ القانون لا يحمي المكفلين. رافع من الاخر، بدك تجمعني بالبنت ولا لا؟ قلت لك ما بعرف وينها. ماشي، انا بدبر راسي. خليك انوار، خليك ما تزعلني. بشرفك انت صديقي وطبيبي ومؤتمن على سري وقسم قسم ابو جيمس. جيب لي واحد بطل نيو جيمس دين. راح وجع راسك؟ من أول لمسة. ما صدقتك. صدقيني، ليش ما صدقيني؟ طيب، ما زين راح وجع راسك هلا صار فيك تخبرني كل شيء. ما في شيء يا حبيبي أخبرك، ما
الشغل والمشاكل شغل وبلاوي شغل، ليش اقلب راسك؟ طب ليه ما عم صدقك؟ لا 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 صدقيني، طلع لنا عضو مجلس اداره جديد في البنك ومسوي لنا قلق وكذا، فما بغيت انا اقلب راسك معي في الشغل. ليش؟ جبت هديه لمحارب. هديه؟ شيء وشي؟ جراندايزر. وش اللي خطر على بالك؟ ما جراندايزر هو محارب شرس. محارب، محارب انا سميت على اسم ابوي الله يرحمه، والحين محارب يعني شوي كبر وصار له في الادب ويكتب شعر، ما ابغى احسس انه طفل، فيعني معليش حبيبتي يعني كلماتكم مناسبه. طيب شو بجيب له هديه؟ انا اجيب له هديه عنك. بتقول له انه ها مني؟ ما تعمل لي هيك بإيدك، عم بحاول أعمل مبادرة منيحة على أساس أنه أنا رح صير زوجة أبوه، فيها شي يعني؟ بس إحنا اتفقنا ما نخبص الأمور، كل شي لوحده. خلص خلص بلا الهدية.